صباح الخير، انا مش قادره اصدق ان احنا الحمد لله صحينا النهارده في المخيم بتاع الخيل. عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انتي اخبارك ايه؟ انا كويسه. ما شفتيش الشبشب بتاعي؟ عشان انا مش لاقيه خالص بالصبح. لا لا، انا لسه صاحيه معاكي، ما شفتش اي حاجه. طيب خلاص، انا هدور عليه يمكن الاقيه هنا ولا هنا. انا لابسه البوت اهو. انا جعانه جدا. احنا هنفطر امتى؟ انا سمعت ان احنا هنفطر الساعه 8 الصبح. طب كويس، انا لسه الساعه 8 اهي، زمان الفطار هيجي دلوقتي حالا. اما اخش بس ادور على الشبشب بتاعي اللي مطلع عيني ده، اشوفه راح فين. يا ترى الشبشب بتاعي؟ جولياس، ما شفتش الشبشب بتاعي؟ لا والله ما شفتش حاجه، لسه صاحي من النوم حالا، ما شفتش اي حاجه. ايه ده، غريبة اوي، الشبشب بتاعي اختفى ولا راح فين؟ دي حاجة غريبة جدا. صباح الخير يا اولاد، يلا عشان تفطروا. ايه ده بجد؟ جبتلكوا فطار هيعجبكم جدا. الله، شكرا جدا جدا جدا. واو، انا بحب الفطار ده قوي. هنفطر عيش وتفاح، انا بحب التفاح قوي. ايه، معانا الشبشب بتاعنا، هنرخم عليه ونعمل فيها مقلب جامد قوي. دي لما تعرف هتتضايق قوي. لا عادي، يعني لما تعرف هتتخط بس. طيب ماشي، انتي قوليلي احنا نرخم عليها ازاي. ايه ده، بتعملوا ايه هنا يا اولاد؟ مش قاعدين ليه عشان تفطروا الفطار بتاعكم الصبح؟ ابدا يا ميس، احنا كنا بنلعب بس وهنرجع تاني. ده الشبشب بتاعنا كانت عماله تدور عليه الصبح، اتفضلوا روحوا ورجعوا لها. انا مش فاهمه انتوا بتعملوا كده معاها ليه؟ البنت عملت لكم ايه؟ هاتوا الشبشب ده بقى وانا هروح ارجعه لها انا بنفسي. مش عايزه منكم حاجه خالص، عشان انتوا ولاد غراب جدا جدا جدا. خلاص خلاص، طيب بجد احنا ما كناش نقصد حاجه يعني. لا اتفضلوا روحوا ارجعوا مكانكم تاني. يوه بجد الموضوع كان شكله صعب قوي. الله، التفاحة طعمها جميل جدا. يلا خدي خدي يا هنا الشبشب بتاعك اهو، لقيته. صحابك كانوا بيرخموا عليكي واخدينه. ايه ده بجد، لقيتيه؟ شكرا جدا، ميرسي. مش عارفة الصراحة راح فين خالص مني الشبشب بتاعي ده. ابدا، في 2 من زمايلك كانوا بيرخموا عليكي، مش مشكلة، هم قالوا لي ما اقولكيش عشان ما تزعليش. طيب خلاص ماشي، مش مشكلة، انا بعرف ان هم بيهزروا، مفيش اي مشكلة. طب هو احنا هنلعب بالخيل امتى النهاردة؟ انا عايزة العب بيه قوي. للأسف الخيل النهاردة راح عشان يستحمى ويتمرن في مسابقة كبيرة تانية، فالنهاردة احنا مش هنلعب بالخيل خالص. ايه ده، انا متضايقة جدا، كنت هروح اسيب النهاردة ان احنا هنركبهم ونقعد نلعب بيهم. لا، من اول بكرة ان شاء الله تقدروا تركبوهم. ايه ده ليه؟ ده احنا كنا جايين عليه عشان ان احنا هنلعب بيهم النهاردة. معلش، هو حصل بس سوء تفاهم، فهتبقوا تلعبوا بيهم مرة تانية. يا ميس، احنا كده متضايقين قوي، احنا جايين معسكر بتاع حسن عشان نلعب بالخيل، يا تاخدوا الخيل هنعمل ايه؟ طيب روحوا اتمرنوا بس، هتلاقوا كده في حاجات جوه اتمرنوا عليها لحد بكرة ما يجي الخيل، عشان تقدروا تلعبوا بيه على طول اول لما يجي بكرة. لا بجد الموضوع كده كان صعب قوي. هنعمل احنا ايه دلوقتي؟ ده مفيش خير خالص، سمعت اللي انا سمعته ده؟ انا سمعت مفيش فعلا خير خالص. يوه بجد الموضوع كده ضايقني جدا. خلاص يا اولاد، اتركوا ما تزعلوش، مش عايزكم ان انتوا تتضايقوا. انا قلت لكم الخير هيجي بكره، تقدروا تلعبوا بيه على طول. يوه بجد الموضوع ده ضايقني قوي قوي قوي، كنت متخيلة ان احنا هنقعد نلعب بالخير النهاردة. طيب خلاص، تعرفي نفسنا ونشوف اي حاجة ممكن نعملها النهاردة عشان ما نضيعش اليوم علينا. انتي صح، طب عندك اقتراحات نعملها النهاردة؟ تعالي نروح نلعب، نتفرج على الاسطبل ونشوف الاماكن بتاعته، ونتفرج على الحاجات اللي بيحطوا فيها الخيل وازاي بيركبوهم وكده. صدقي هيكون فكرة حلوة جدا، ممكن بعد ما نخلص نروح نعمل الحاجات دي كلها. هتكون فكرة جامدة قوي. انا عامة بحب الخيل قوي، ونفسي ان انا ان شاء الله اركبه واطلع في المسابقات.
اه وانا كمان بحبه جدا، نفسي ان انا كمان اركبه واطلع في المسابقات قوي. خلاص ان شاء الله نلعب انا وانتي بكره ونشوف مين فينا اللي هيكسب. آه اكيد انتي، هلا انتي تلعبي احسن مني، كنتي بتركبي قبلي فاكيد هتلعبي انتي احسن مني. لا يعني ما اعتقدش، مش للدرجه دي. تعالي بقى نخش ونروح الحته التانية. بصي الجهاز ده تعالي ممكن احنا نستخدمه ونلعب بيه بقى مع الخيل بكره. طيب ماشي اوكي، مفيش اي مشكلة. ده عبارة عن ايه الجهاز ده؟ تعالي هاخدك وورهولك ونشوف ده عبارة عن ايه. ايه ده، الله بصي ده البيت بتاع الخيل. الله انا بحب الخيل قوي. فعلا شكله جامد جدا. ايه ده، الله هنا بقى ده المكان اللي بيربوا فيه الخيل ويقعدوا يأكلوه ويغيروا له ويحموه. الله يا نهاري، ده احنا هنعمل عمايل بكرة ان شاء الله لما الخيل يجي. اكيد عمايل هتكون جامدة قوي. ايه انا مبسوطة قوي، خلاص الخير هيجي بكرة وهنقعد نلعب بقى بيه كلنا مع بعض. اه انا مش عارفة انام النهاردة من كتر ما انا متحمسة. عايزين بكرة نرخم على هنا ونعمل لها مقلب زي النهاردة. ترى نعمل لها مقلب ايه؟ طيب خلينا نفكر لحد بكرة، ممكن لما تيجي تلعب بالخير نرخم عليها بيه. اه تصدقي هيكون فكرة جامدة جدا. خلاص احنا نفكر لها في مقلب عشان نعمله لها بكرة، عشان تزعل جدا لما نعمله فيها. ها 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 ها، دي اكيد فعلا هتتضايق قوي. بس احنا عايزين مقلب بصراحة، يعني يخرم لها نفخ. اه فعلا، تعالي بقى نلعب بالخيل بكرة، انا متحمسة جدا. ان شاء الله اول ما يجي هنلعب بيه ونعمل بيه حاجات جامدة جدا. وانا كمان ان شاء الله نلعب بقى بيه بكرة. هاي ها.